خاصك تحل، لان ديك الريبه راه الريبه حنا في حرب مع الله. تعرف ليها ما شاء الله عليها. السلام عليكم مشاهدين ديالنا الاعزاء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنوا تكونوا بخير وتكونوا على خير. شكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى البارطاج ديالكم. ربي يحفظكم لينا كاملين خوتي وخواتاتي على الحب ديالكم لينا والحب ديالنا لكم، راه متبادل والله شاهد على ما اقول. شكرا بزاف حميد، الناس عجبتهم الحسنه اللي حسنت لك وقال لك دابا عاد بنت وليتي زعما دابا حتى النفسيه ديالك غادي ترتاح، والحمد لله. الحمد لله على كل حال. نهضر مع المشاهدين ونقول لهم السلام عليكم. شكرا. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، الله يحفظكم والله ينسكم والله يعطيكم الصحه وشكرا لكم. الحمد لله على كل حال، وانا كنشكر خوتي المغاربه قلوب الحنان داخل الوطن وخارج الوطن، وخوتنا الجزائريين تما كنلقى لي كومونتير ديالهم بزاف كيتابعونا، الله يجازيكم بخير وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم وعلي كومونتير ديالكم زوينين. وهذا ما نقول لكم، كتساندونا ربي يساندكم، واش غنقول لكم اخوتي الله يجازيكم بخير. وحسنيه راه عندها ما تقول فهادشي ديال الحلقه، حتى هي حسنيه تبارك الله عليها ما شاء الله عليها حسنيه، مهم اي حاجه تبارك الله عليها كدير فيها يدها كتنجح وكتعرف ليها ما شاء الله عليها، والله يخليها لي والله يحفظها لي. دارت راسها في الحلقه تحلق لك، دارت راسها في شي حاجه اخرى، المهم اي حاجه تبارك الله بجهد الله ورضات الوالدين كتنجح فيها الحمد لله. حسنيه مناضله، حسنيه انسانه مناضله وكتناضل من شان وليداتها كفوحه وكتكافح على وليداتها. ان هذا الوقت هذا الزمن صعيب بزاف بزاف، واحد الا ما دارش ما ناضلش بين يد وحده ما كتسبقش، ولا ما ناضلش الواحد ما بين الزوج والمراه وتكون المفاهمه ما بين الزوج والمراه ويتفاهموا والمراه حتى هي كتعاون، راه ما كاين شيء. بان دابا نتوما كتشوفوا خوتي وخواتاتي معيشه غلات، كلشي غلا، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد. طلبوا من الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمته ويعطينا الشتاء على قد النفع، لان حتى الشتاء معها الخير، وهذا العام ان شاء الله غيكون بخير وعلى خير. دابا الشتاء الحمد لله رواد، الله يعطيها لنا على قد النفع. وكنشكركم بزاف اخوتي على التشجيعات ديالكم وعلى الحسنيه والدعوات ديالكم ليا، شكرا لكم بزاف. وهذا ما كان، والله يجازيكم بالخير والله يحفظكم. هذا ما نقول لكم يا خوتي المشاهدين، الله ينصركم. خوتي وخواتاتي، غندخلوا في الموضوع نيشان. خوتي وخواتاتي، الدار ديال مدينه صفرو، حيت كاينين الناس اللي دخلوا الجداد ما عارفينش، كانت عندنا واحد الدار في مدينه صفرو كنا خديناها بالكريدي، هذه دابا تقريبا 4 سنين باش خديناها بالكريدي في مدينه صفرو. الدار ماشي دار، يعني ابارطومون صغيره فيها بيت نعاس وصالون صغيره. ني قلت 48 متر ولا 42 متر، والله ما بقيت عارفه شحال في الورق، انا حتى انا ما عارفه شحال فيها من متر. المهم الدار صغيره فيها بيت النعاس وفيها الصالون، ودرناها في البيع اخوتي. علاش درناها في البيع؟ درناها على ود الريبه، لان فاش كنا خديناها راكم كتعرفوا الانسان محدو كيزيد يكبر ووعد كيزيد كيتفقع ووعد كيزيد يتقرب الله سبحانه وتعالى ووعد كيزيد يفهم ووعد كيزيد يعرف. من بعد اخوتي داكشي باش كنقول لكم حسنيه تبارك الله عليها ما شاء الله عليها، ماشي شي وحده اللي كتكبر كرشها ولا كتبغي شي حاجه اللي هي ماشي ديالها ولا كتبغي غير ديالها وغير التعادل. هي هاد الدار هادي عرفتي واحد الكفاح اللي كافحات عليها، واحد عرفتي واحد شنو كنقولوا، حسنيه مناضله حسنيه كافحات وقاسات عرفتي مع هاد الدار وفي كل شيء، وكدير اكثر من المجهود ديالها، وإني بجهد الله بجهد الله وربي الوالدين غادي تنجح في حياتها. فإن علاش حسنيه كنطلب من الله ومن خوتي المشاهدين يشجعوها في هذه القناه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضلكم، غادي تزيد القدام. اي نعم لا حسنيه، انا غادي نكمل اخوتي المشاهدين، انا غادي نكمل لك، انا غادي نكمل قلت لكم اخوتي حسنيه مناضله وكتناضل، وهاد الدار درت فيها مجهود كبير باش جبناها، باش وليني منين درناها بالكريدي، وليني بالريبه
حسنيه ودوزنا الفلوس كاملين كريدي الربا خوتي ما كننجحوش في حياتنا اي حاجه درناها ما كتنجحناش اي حاجه شفتو كيما شفتو مشينا حتى للصحراء لمدينه العيون ما نجحناش الخدمه خدمنا في الصفر والو جينا القنيطره المهم فين ما مشينا الحاجه اللي درنا فيها يدنا ولو ما كيسخرش فيها الله قلنا ربما من الربا بغينا نحيدوا علينا ديك الربا الواحد يتحار مع الله ومع الرسول كاريين ربا صعيبه بزاف الناس حميد اللي كيقولوا لنا كريو ديك الدار وتعاونوا بها الدار راه ماشي ديالنا اخوتي الدار راه ديال الربا راكم عارفين ان الدار فاش كتكون بنكه حنا يلاه مخلصين فيها 4 سنين ما مخلصينش حتى لا انتيريس ولا سميت ديك انتيريس ولا لانتيريس لانتيريس حتى هي مازال ما خلصنا فيها حتى يعني الدار كامله باقا كريدي الدار كامله حنا الا بقات لنا شي بركه قليله الا بقات لنا شي 5000 درهم الا بقات حيت الدار ما جابتش الثمن لان الدار صغيره فيها بيت نعاس وصالون ودابا الملك طايح العقار طاح وكلشي طاح العقار طايح بزاف يعني الا بقات لنا شي 5000 درهم نحمد الله ونشكره لان مازال غنخلصوا الضرائب ما كتجيبش مازال الماء والضو ما مخلصش ديال شحال هذه ما مخلصش الطريطه مجموعه ما مخلصاش من شحال هذه يعني الا بقات لنا شي 5000 ولا 3000 درهم بارك علينا الحمد لله ونحيدوا علينا ديك الريبة وخديت وقت بزاف انا وحميد باش فكرنا في هذه القضيه هذه اللي غادي نحيدوا علينا الريبة وخسر حميد في الاول ما بغاش قال لي صعيبه الريبة صعيبه في الاول قال لي زعما ديك الدار كافحتي عليها ودرتي عليها مجهودات كبيره وغنخليها شوف نحيدوها نحيدوا علينا الريبة خوفا من الله سبحانه وتعالى واللي دارها لنا الله هي اللي غادي تكون حاشا والا ربي باش يخيبنا وحاشا والا ربي الحبيب باش يتخلى علينا الحمد لله قلت له اي حاجه درناها ربما كيسخرش فيها ربما تكون من ديك الريبه غادي نحيدوا علينا ديك الريبه وغادي نتهناو الحمد لله يا ربي بزاف الناس اللي كانوا باغيين ياخذوها وما كتبتش ليهم وهاد السيده دابا اللي بغات تاخذها الا كانت لها في الرزق حنا مازال ما تكتبنا ما هضرنا ما مازال يلاه غير كنهضروا مازال غدا ان شاء الله عاد غنشدوا الطريق لمدينه صفرو ان شاء الله يا ربي باذن الله سبحانه وتعالى الا كانت في الرزق ويا ربي توصلنا على خير وبخير باش نضيو المسائل مع البنكه ونشوفوا واش غيدوزوها في البيع واش ما غيدوزوهاش واش دابا غدا ان شاء الله عاد غادي نشدوا الطريق لمدينه صفرو ونتمنوا يا ربي يكون الخير ونتمنوا يكون التيسير ونتمنوا يا ربي تدوز الامور على خير وبخير انا قلت لحميد اخوتي المشاهدين نحيدوا علينا غير الريبه ونحيدوا علينا الريبه وراها غتكون الدنيا بخير لان بحال عندنا شي طمامس على عينينا خاصها تحل لان ديك الريبه راها الريبه حنا في حرب مع الله ومع الرسول وحنا واخا انا ما نكذبش عليكم انا بكيت راه بكيت في الخفاء بكيت بزاف على ديك الدار لان عندي فيها ذكريات زوينه مع وليداتي مع الزوج ديالي مع با الله يوليه بالرحمه كان كيجي عندي مسيكان كان عزيز عليه ديك الدار كان كيجي عندي مسيكان بالعكيكس ديالو ويطلع في الدروج ويهود كنشوف ديك الدار في البالكون فين كان كيجلس السطح كان كيجلس وكنطلع له الليمون ويبقى جالس مسكن في السطح زعما ما نكذبش عليكم عندي فيها ذكريات اللي زوينه بزاف وماشي سهل باش انك واحد الدار اللي كتكون عندك فيها ذكريات تما ولت نور تما درت اسبوع تما جالسين انا دام متقرقين المهم ديك الدار عندي فيها ذكريات اللي زوينه بزاف ولكن تخليت عليها لوجه الله سبحانه وتعالى سمحت في كل شيء وقلت ماشي مشكل حنا كاريين كاريين الدار تما كتجمع الكريدي غادي توصل واحد المده غادي تمشي في السيزي ما حنايا بها ما المهم حنا بغينا نحيدوها على الدريبه حيدوا لينا اما حنا لو كان بغينا نكريوها راه غنكريوها والكرا ديالها غيبقى يخلصها هادشي اللي كنا دايرين في الاول كان قال لي حميد زعما نكريوها والكرا ديالها هو يبقى يخلص لها الكريدي وهي مكريه وهي الكرا قلت له لا غنحيدوا الريبه في مره واحده نحبسوا الريبه واللي درها لنا الله هي اللي غادي تكون وتا حميد تفهم وما زعما ما لقيتش معاه شي صعوبات كثيره في الاول كان شويه متردد ولكن من بعد غير من بعد صافي الحمد لله بان هو بغى بان داك الدار عرفتي شنو قلت لكم معجزه من الله سبحانه وتعالى وكاينين حميد لو خاص سمحني نقطع كاينين الناس اللي كيقولوا لك سيروا بيعوا ديك الدار وجيو شريوا في قنيطره انا كنقولها ماذا بينا ماذا بينا وكان عندنا داك الدار ديالنا في الملك ديالنا والله ما نبيعها بعدا الحمد لله نقولوا راه حنا عندنا فيها غير العطله مع وليداتي وما نبيعهاش انا ديك الدار راه ساكنه ليا في الدم اقسم بالله العظيم كون كنت في الملك ديالي والله ما نبيعها ولكن اخوتي الدار ماشي ديالنا الدار ديال البنكه والدار ديال الريبا والدار ديال الكريدي غادي نمشيو لان مازال تقريبا كامله ما مخلصاش راه الدار يلاه مخلصين فيها 4 سنين راه ما خلصنا والو راه ما خلصتش حتى الانتيريس ديالها ما مخلصاش
المهم اخوتي وخواتاتي، احنا ان شاء الله باذن الله غدا غنشدوا الطريق لسفرو، ودعوا معنا اخوتي مشاهدين، راكم انتم هما العائله ديالنا، وحسنيه وحميد جامي انهم يديروا شي حاجه اللي ما يتشاوروش معكم، لان انتم شايفين بيتنا احنا غادي معكم دقه دقه ان شاء الله يا رب، واي حاجه كانت كنشاركوها معكم، واي حاجه كانت ما كنخبعوهاش على العزاز الغاليين ديالنا، اي حاجه اي خطوه بغينا نديروها في حياتنا كنشاركوها مع المتابعين ديالنا. وكما قلت لكم اخوتي غدا ان شاء الله غنشدوا الطريق لمدينه تفرو، الا تفاهمنا مع السيده ودازت الامور في البنكه كل شيء على خير وبخير، دسا كمان دازت الامور على خير وبخير ان شاء الله باذن الله، الله يسخر ليها والله يكمل عليها بالخير، وحنا يا ربي الحبيب يعوضنا بما احسن منها ان شاء الله يا ربي امين. واش غنقول لكم اخوتي بين كما قلت لكم صعيبه حامد، صعيبه وشنو عرفتي باش نتفق مع ديك الدار شي حاجه صعيبه بزاف، ولكن كما قلت كما قلت للمشاهدين حنا راه عرفتي ذاك الدار راه معجزه، دوزنا فيها ذكريات زوينه معجزه معجزه باش كانت صورت مع حتى درهم ودير الدار بدون درهم، درنا ذاك الدار والله الا بدون درهم الله اخوتي حتى درهم ما كانت عندنا ودرنا بدون درهم، والحمد لله كلشي هزينا درنا ذاك الدار وكافحه شنو قلت لكم حسنيه مناضله ناضلات ودرنا ذاك الدار بدون درهم، كنت كنقيل اخوتي كنت نحامل اولادي وكنقيل نتسرع لي بونك واش يعطيونا الكريدي ومهما ذلك ومهما ذلك ما كافيش ومهما ذلك دابا ولكن الحمد لله صافي بان بناني كيعيا ما يشوف بان كيشوف راسو صافي كتبان لي الدار ولاباس ما كنعرف لا ريبا لا والو، ولكن من بعد منين كيزيد هو كيفهم وكيفهم ملي الريبا وداك الشيء صافي بردو جنوني منها، كنقول لحميد واخا بقى فيا الحال وبكيت ولكن دابا صافي بردو جنوني، كنقول انا نتخلى عليها لوجه الله سبحانه وتعالى، وسولنا وسولنا وعرفنا الخير في الرضا وسولنا وعرفنا بان مشينا عند بقي وقلنا له سيد بقي شنو كاين شنو كاين بقي ديال الجامع، قلنا له قلنا له سيد بقي شنو كاين شنو كاين، وسولتو على واحد الحاجه مهمه، قلت له زعما الا بقات لنا شي حاجه من دوك الفلوس واش حلال علينا ولا ماشي حلال، قال لي لا اي حاجه بقات لكم حلال عليكم، انا كنت كنقول الا بقات لنا ولو غير 1000 درهم وكانت ماشي حلال علينا غادي نصدقها ما ندخلهاش لولادي وما ندخلهاش على ولادي وما ندخلهاش لداري، ولكن فاش سولت الفقيه ديال الجامع الفقيه الكبير الفقيه ديال الجامع الكبير قال لي اي ريال بقالك من داكشي حلال عليك ديالك، ولكن الا حبستي الربا قال لي راه عندك واحد الاجر كبير، وتا داك الفقيه عجبو الحال وكيفاش عجبو الحال ان قال لي زعما انت صغيره لاج زعما صغيره في لاج وشوفي كيفاش فكرتي، راه كاينين قال لي ناس اساتذه اللي قاريين وفاهمين وواعيين، وكاينين الناس اللي زعما قاريين العلم وزعما وكيديروا الضرب الكريدي، قال لي زعما انتيا في هذا اللاج وانك تفهمتي ان الضرب الريبة والضرب الكريدي وانك في حرب مع الله والرسول، قال لي زعما تعجب داك الفقيه تعجب، قال لي زعما الله يقوي بحال هاد الناس هادو اللي كيتفهموا هما زعما مازالين صغار قبل ما يفوت الفوت، الحمد لله والحمد لله يا ربي الله يقوي ايماننا وايمانكم والايمان ديال جميع المسلمين يا ربي، والله يعمر قلبنا بالله، هما كلشي فايت وكلشي غادي وكلشي فاني في هاد الدنيا، حنا براسنا غاديين ما عرفناش النهار فوقتاش غيوصلوا ديالنا، غير حنا غاديين ساعه بعد السوايع، والله يدير لي فيها الخير يا ربي لينا وليكم ولجميع المسلمين، والله يسهل علينا ويعوضنا يا ربي بما احسن من ديك الدار ان شاء الله، كل شيء عند الله قريب وصافي. حميد غنقول للمشاهدين ديالنا بالسلامه عليكم وتهلاو في راسكم، وتسناو معنا الخطوات، كنت الدار غتباع راكم غتشوفوها تباعت، كانت ما غتباعش اي جديد كان تسناو، انا غادي نقول لكم كل شيء وداكشي اللي غيبقى لنا داكشي كلشي غادي نقول للمشاهدين ديالي، ما نخبي عليكم حتى شي حاجه، خليكم معنا باش تشوفوا الفيديو ديال غدا ان شاء الله باذن الله، الله يحفظكم لينا.